الآن سؤال مكتوب في إنجيل متى: ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء، وما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. فهل هذا ينطبق على مسألة الطلاق أو الانفصال بين الزوجين؟ ينطبق على كل حاجة، بس الكاهن يحل ويربط في مسائل الطلاق والزواج طبقا لتعليم الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة، مش يحل ويربط على مزاجه، لا طبعا، لأن في ملاخي 2:7 بيقول: من فم الكاهن تطلب الشريعة. فبناء على انه عارف الشريعة ودارس الكتاب ودارس قانون الكنيسة، يبقى بيتكلم في الزواج والطلاق بما يتفق مع العلم اللي بيعرفه. ولكن اي كاهن، خلي بالكم الرتبة دي، اي كاهن يحل ويربط عكس تعليم الكتاب المقدس يكون حله باطل وربطه باطل. يعني هو وحل ويربط بناء على تعليم الكتاب المقدس وبناء على تعليم الكنيسة. عشان كده بيقول الكتاب عن رجل الكهنوت انه يكون صالح للتعليم، صالح للتعليم. وعشان كده بولس الرسول قال لتلميذه تيتوس: تكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. لكن مش اي كاهن يجوز اي زيجة على كيفه ويطلق اي طلاق على كيفه، هذا الكلام مش مظبوط. لكن اللي يعرف الشريعة يحل ويربط بما يتفق مع الشريعة. واحد بيقول: ما معنى بارك إكليل السنة بصلاح؟ إكليل السنة هنا معناها أول السنة، زي ما يقولوا رأس السنة، والإكليل والرأس بيمروا بمعنى واحد أحيانا. واحد بيقول: بماذا تنصحني؟ كنت أريد الارتباط بفتاة ذات أخلاق ممتازة ولم توافق على ذلك الارتباط، وشاءت الظروف أن تتنيح تلك الفتاة، والآن أريد الارتباط بأخت تلك الفتاة، فماذا أفعل؟ إذا رضيت من حقك أنك ترتبط بها، لكن لو كنت اتجوزت الفتاة اللي ماتت وماتت ما كنتش تقدر تاخد اختها بعد موتها، لكن دلوقتي ممكن، وجايز ربنا ما سمحش بهذا الارتباط الاولاني لانه كان عارف انها هتموت وانت هتقع في اشكال. بيقول: ما معنى الآية اللي بتقول: وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء؟ المتى 24 إصحاح 24 من إنجيل متى جزء منه عن خراب أورشليم وجزء منه عن نهاية الأيام.
بتاعة صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء، دي مش عن نهاية الأيام، دي عن خراب أورشليم، عن خراب أورشليم. بيقول لا يكون في شتاء ولا في سبت، لأنهم لما يهربوا هيهربوا ازاي يوم السبت، ويوم السبت اللي يقدروا يشيلوا حاجة، ولا حتى أم بترضى تشيل ابنها إلى آخره. واحد بيقول إذا كان راتبي في الشهر 300 جنيه وعلي أقساط شهرية 200 جنيه، فعشور الكنيسة تطلع من المبلغ الأول أو من باقي المرتب؟ ده عايز ربنا هو اللي يدفع لك العشور، مش أنت اللي تدفع له. ربنا يكون معك، هو ادفع اللي تقدر عليه. هو الكتاب بيقول بيمدح اللي بيدفع من أعوازه، يعني هو محتاج. إن ما قدرتش تدفع كل حاجة ادفع أي حاجة وربنا يكون معك. ما قدرتش قل لنا واحنا ندفع لك. واحد بيقول فصيل الدم O ماينس سالب يعني، وهي فصيلة نادرة جدا. وفي الجمعة الماضية كنت متناول وكان هناك مريض يحتاج إلى فصيلة O ماينس، ولم يوجد في بلدنا هذه الفصيلة ولا في بنك الدم في بلدتنا، فتبرعت له بالدم وكان مر على تناولي حوالي 11 ساعة. أنا أعلم أن هذا خطأ، وهل هيغفر لي الله هذه الخطية؟ لا مش خطأ، ده كتر خيرك أنك بتنقذ إنسان يحتاج إلى دم من فصيلة نادرة وأنت عندك ليك. ولو كان المسيح نفسه موجود ساعتها كان اداله من الدم ده علشان يشفى. ما تبقوش كده معقدين الأمور بأسلوب صعب. في واحد بيقول والدي توفي قريب يعني من قيمة أسبوعين ولا حاجة، وترك لي تأثيرا كبيرا في الأسرة جميعا. ربنا يعزيك يا ابني، وافتكر دايما كلمة الكنيسة في صلاتها ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. وما فيش حد قاعد في الدنيا إلى الأبد. هل البكاء يعتبر حرام؟ لا مش حرام، لأن المسيح بكى عند موت لعازر. في بعض كهنة ساعات لما بيلاقوا الستات يعيطوا بيسكتوهم بس عشان ما تحصلش شوشرة في الكنيسة، وعياط السيدات يوقف الصلاة ويبقوا الناس مش عارفين يسمعوا الصلاة ولا يسمعوا السيدات. لكن افرض ست بكت ودموعها نزلت لوحديها بدون صوت، ما جرش حاجة. ربنا يعزي الكل، البكا مش حرام، لكن الاستمرار في البكاء يعني ملهوش لازمة وبيتعب النفس وما يجيبش النتيجة. الكتاب بيقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فاللي عندهم رجاء في القيامة وأنهم سيلتقون بأحبائهم الذين انتقلوا فيما بعد يكون عندهم رجاء، ويكون حزنهم ما يستمرش على طول ويتعزوا بالروح القدس الذي فيه. واحد بيقول في الصلاة الربانية بنقول كما في السماء كذلك على الأرض. بيقول ايه هو اللي في السماء بالظبط ويبقى زيه في الأرض؟
هي في الحقيقة حكاية كما في السماء كذلك على الأرض، دي نص الآية، هي الطلبة الكاملة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يعني المشيئة بتاعتك زي ما هي منفذة في السماء تبقى منفذة في الأرض. ومشيئة الله منفذة في السماء بلا تأخير، فكذا يعني ما بيتأخرش في تنفيذ مشيئة، وبلا كسر أي كلام برضو تكون منفذة المشيئة كده. يعني واحد ينفذ وصايا ربنا بالضبط وبسرعة ما يقعدش يتناقش فيها. عندما أجد زميلي يعمل خطية ما أو يفعل شيء خطأ ولا يصح فعله وأقول له هذا لا يصح، هل أنا أدينه أم أرشده؟ لا طبعا، دي تتوقف على روحك أثناء الكلام. في واحد بيقول لواحد إن هو غلطان بطريقة يشعر إن مفيش محبة ويزعل منه ويشعر انه بينتقده، وفي واحد تاني بيقولها باتضاع وبحب. لما انت تنصح واحد بمحبة وباتضاع يقبل كلامك. زي واحد يقول له صدقني الحكاية دي انا ياما بقع فيها كتير، يقول له ايه؟ يقول له الموضوع الفلان اللي هو وقع فيه، فيعرف انه مش بينتقده. تقول لك ان انا ما بقعش في الحاجات دي، معلش قول له يا مناس بحسن نية بعدم معرفة، وناس تلاقيهم قديسين وكويسين لكن ساعات فيهم الضعف ده، تقدر تقولها له بطريقة لطيفة وبمقدمة لطيفة، يا فلان انت تعرف محبتي ليك وتعرف مديحي ليك وانت مليان من الفضائل، بس في نقطة كده لو تصلحت تبقى تمام. وجايز انت فاهم الحكاية غلط وفاهم انه غلط وربما ما غلطش. يعني هي الحكاية عايزة حكمة واتضاع ومحبة، ان وجد فيك الصفات دي وانت بتنصحه ما يزعلش منك. لكن تروح له وتقول له ازاي تعمل كده؟ ده انت سقطت من نظري، يروح زعلان منك. اين كان اباؤنا ابراهيم وإسحاق ويعقوب قبل الفداء؟ كانوا في الجحيم، لكن الجحيم مش معناها مكان عذاب. هناك فرق بين كلمة الجحيم وجهنم، يعني كانوا في مكان انتظار الأبرار في الهاوية، في مكان انتظار الأبرار. وما كانوش معذبين، لكن كانوا في مكان انتظار الأبرار، بس بيسموه الجحيم، لكن مش مكان عذاب. وداود النبي بيقول في المزمور: لأنك لا تترك نفسي في الجحيم أو في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، يعني في مكان الانتظار. فهم كانوا في مكان الانتظار، لكن في مكان الانتظار كان توجد هاوية تفصل بين الأبرار اللي في الانتظار والأشرار اللي في الانتظار. وهذا واضح من قصة الغني ولعازر، واللي أبونا إبراهيم قال له بيننا وبينكم هو عميق، يعني إحنا الاثنين في مكان الانتظار، لكن بين الأبرار وبين الأشرار هو عميقة لا يستطيع حد أن يعبر من هنا إلى هناك.